معانا أستاذة نغم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى ازاي وبركاته. حضرتك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله يا أستاذة انا نغم. اسفة على الازعاج حبيبتي. أبدا، أسعدتينا، أهلا الله وسهلا، يخليك يا حبيبتي. اتفضل. حبيبتي، ايه الفرق بين كلمة امرأة بالته المربوطة وامرأة بالته المفتوحة؟ حاضر. والفرق بين رحمة بالته المربوطة ورحمة بالته المفتوحة؟ أنت عايزة حاضر. وحاميم جت أكثر من سورة، ما معناها حبيبتي؟ الحرف المقطع، حروف المقطعة حميم. حاميم. حبيب. حاضر. في سورة هود: فأوردهم النار وبئس الورد المورود، فأورده. واتبعوا في هذه لعنة يوم القيامة بئس الرد المرفوض. يعني إيه حبيبتي؟ حاضر، شكرا يا يقول أستاذة، الأخير ليه اتفضلي. ربنا حرص على صلاة العصر كصلاة الوسطى؟ ليه ربنا حرص عليها قوي؟ حاضر. هنطلع فاصل؟ طيب هنطلع الفاصل، معلش الوقت النهارده، وبعد الفاصل نبدأ في الرد على أسئلة حضراتكم بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بحضراتكم. إيمان كانت بتسأل إن أخوها في مشاكل بينه وبين مراته، واتخانق مع والديه بسبب زوجته، وهم زعلانين منه، وهو بيحاول يدخل يصالحهم، بيقولوا لبنتهم إيمان ما تفتحيلوش الباب، وهي عايزة تصلح الحال ما بين أخوها وما بين الوالدين. طبعا الإصلاح بين الناس ده ثوابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وعليك بالحكمة والحيلة. يعني مثلا ممكن أتزيد أنا من عندي من باب الإصلاح بينهم، فقولهم ده حالته النفسية تعبانة جدا وبيعاني من حالة نفسية جديدة وما بيكفش عن البكاء، وأنا خاف يحصل له حاجة، ولو حصل له حاجة ممكن يعني أنتوا تزعلوا عليه وبتاع، فأنا هفتح له الباب عشان بس وضعه الصحي ما بقاش مظبوط. والنبي عليه الصلاة والسلام من الأمور اللي رخص فيها بالكذب، من ضمن الثلاث أمور اللي قالها، كان الإصلاح بين الناس، لأنه الكذب في حد ذاته كبيرة من الكبائر، لا يجوز للمؤمن أن يقع فيها أو أن يرتكبها، أو أنه يستخف ويستحل أنه يكذب. لكن في مجال الإصلاح بين الناس، أن أنا مثلا ده ابنه وده أبوه وأمه، وأنا عايز أصلح ما بينهم، فتزيد شوية كده في الأمور، بحيث أن أنا أحاول أوصل أخليهم يستمعوا إليه يا إيمان. وإن شاء الله ربنا يعينك، وصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى طلب إعانة كده إنه يصلح الحال وييسر له الحال معاهم، لأنه حيزيد حاله تخبط إذا هم كانوا مش راضين عنه بهذه الصورة. يا صاحبة السؤال يا إيمان، ربنا يبارك فيك يا إيمان، أخت بره وابنة بره.